السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحة كويسة واحسن حال. في الفيديو اللي فات اتعلمنا مع بعض ازاي بنصلح شاحن اللابتوب اللي قدام حضراتكم بالشكل ده، وتعلمنا ازاي بنصلح الجزء الخاص برأس الشاحن الخاص باللابتوب، ولكن في جزئية صغيرة نسيناها هي تثبيت الجزء ده. بنثبته باستخدام الامير بالشكل اللي قدام حضراتكم، تمام؟ هنبدأ بعد كده نثبت الشاحن باستخدام الامير. طبعا هنستخدم دبوس بالشكل ده علشان نفتح الامير بطريقة صحيحة، تمام. وهنبدأ نثبت الامير بالشكل ده هنا على الشاحن كله، وهنبدأ برضو نقطة في الجزء ده زيادة تأكيد على الشغل بتاعنا. اهو كده احنا حلينا المشكلة الاولانية لشاحن اللابتوب، وهي صيانة رأس الشاحن الخاص بشاحن اللابتوب، تمام. الحل التاني للمشكلة دي اننا بنغير الكابل كله من الداخل باستخدام اللحام، تمام. هنبدأ برضو بفك الكابل الخاص بالشاحن، بعد كده هنستخدم التنر او البنزين لفك الشاحن الخاص باللابتوب بالشكل قدام حضراتكم. هي فرشة واحدة بس هنغرقها في التنر او البنزين بالشكل ده، وبعدين ننتظر عليه دوبك مثلا 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. طبعا هو 5 دقايق كافيين جدا 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 لفك اللاصق الخاص بشاحن اللابتوب. هننتظر 5 دقايق وبعدين نرجع لحضراتكم. بعد كده هنستخدم الفكة بالشكل اللي قدام حضراتكم علشان نفتح اللابتوب. طبعا الموجب والسالب ظاهرين قدامنا بالشكل ده. هنبدأ نستخدم الكابل الخاص بالشاحن الاوريجينال ده، كابل الموجب والسالب اهم. نبدأ بس نتأكد من طرفي الشاحن الموجب والسالب. هنيجي على وضع الصفارة، يبقى الطرف الاسود هو الطرف السالب، اما بالنسبة للشاحن هنا الطرف الابيض هو الطرف السالب. تمام، هنستخدم كاوية اللحام لفك الأطراف دي. كده فكينا الأطراف الموجب والسالب. هنستخدم بعد كده الشاحن الأصلي الخاص باللابتوب بالشكل ده، وطبعا علشان الفتحات هنا واسعة فهنضطر نتني الكابلات علشان او نضطر نتني الجزء الخاص بالشاحن علشان ياخد المساحة كلها. بعد ما خلصنا الجزء ده نبدأ نصدر الاطراف دي بالشكل ده. طبعا الجزء الارضي هو الجزء او الطرف الاسود بالشكل ده اهو، مكتوب عليه هنا جراوند، والطرف الثاني مكتوب عليه في سي سي او في اوت. هنبدا نلحم طرف طرف وبعدين نرجع لحضراتكم. بعد ما ثبتنا الطرف الموجب والطرف السالب، طبعا بيبقى فيه بعض الزوايد بالشكل ده، هنبدأ نقصقصها باستخدام القصافة ونأكد برضو على اللحامات بشكل كويس. هأكد على اللحامات وبعدين أرجع لحضراتكم.
بعد ما خلصنا اللحامات هنبدأ نثبت الكابل في مكانه بالشكل ده، وبعدين بنقفل الغطاء بالشكل اللي قدام حضراتكم زي ما كان بالظبط. طبعا لو في اي زوايد او اي حاجات هنبدأ ننظفها الاول قبل ما نركب الغطاء الخاص بالشاحن. تمام، هنبدا بعد كده نوصل كابل الباور، وبعدين نقيس الخارج الخاص بشحن اللابتوب علشان برضه نتاكد من الاطراف، وفي نفس الوقت نتاكد ان الشاحن اتصلح معانا بطريقه سهله وبسيطه. قبل ما نعمل الخطوه دي هنتاكد ان مفيش قفله ما بين اطراف الخارج الخاصه بالشاحن بالشكل ده. برضه هنظبط على وضع الصفاره، وهنجيب كابل الشاحن بالشكل ده اهو. طيب طبعا الطرف الداخلي ده طرف رفيع، فهنوصل مثلا نستخدم دبوس بالشكل ده اهو كده، مفيش اي مشكله خالص، وكده الشاحن سليم. هنبدا نوصل ونقيس الخارج الخاص بشاحن اللابتوب. بعد ما وصلنا اللمبه دي نورت بالشكل ده، هنبدا نقيس الخارج الخاص بالشاحن تمام، ونتاكد ان الخارج سليم ما فيهوش اي مشكله خالص. برضو هنستخدم الابره علشان نقيس الاطراف. زي ما واضح قدام حضراتكم الخارج طلع معانا والاطراف مظبوط. ان ده الطرف الاحمر الطرف الموجب اهو، وده الطرف السالب اهو، الطرف الموجب هنا هو نفس الطرف الموجب هنا. هنبدا نقيس بالشكل ده، وبكده نكون صلحنا الشاحن بطريقه سهله وبسيطه. برضو هنستخدم الامير علشان نثبت الاطراف الخاصه بالشاحن من كل الجوانب. في نهايه الحلقه دي اتمنى الحلقه تكون افادتكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائده على الجميع. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.